وكابتن محسن صالح طبعا وكابتن بدر. حسام قائد وغالي علينا كلنا. حسام اتشرفت جدا ان انا كانت بدايتي وبدايتنا كلنا كانت مع بعض كمنتخب شباب. وحسام يعني هقول من صغره قائد وعارف القرار ده اللي هو ياخده صعب جدا عليه، فدي كانت هتبقى مؤثرة جدا في قبل نهاية ما نطلع مشوار. على الهواء قلت لي عندي مواقف كتير مع الكابتن وانسانيه ومؤثره، ولو اتكلمنا عن حسام غالي هناخد ساعات، لكن ابرز المواقف سريعا اللي ما تقدرش تنساها للكابتن حسام هو غالي. حسام زي ما كل الناس اتكلمت، كابتن فضل وكابتن عادل مصطفى، اللي هو شايف حاجه احنا مش شايفينها، لانه هو اتربى على مبادئ واتربى على قيم. فحسام كان شايف حاجه هو صح وهو مصر جدا عليها، لانه هو يدافع عن مبادئه في حد ذاته. ده كابتن وده قائد، فبيدافع عن لعيبته وبيدافع في الحق وحابب كل حاجه تبقى صح سواء في الملعب او خارجها. يعني تقول له ايه في يوم تكريمه النهارده؟ انا عارف ان الموضوع صعب جدا عليك، وهي دي سنة الحياة حسام، وكل طريق نهاية ان شاء الله تكون نهاية طريق ليك في حاجة. انا عارف الموضوع ده صعب جدا عليك، وعارف القرار ده اخدته بشيء من الصعوبة جدا، لانك مدى تعلقك بالكورة وحبك ليها، لانك كرست حياتك وانت لعيب محترف وعندك مبادئ وذو عقلية ومبادئ. فقرار ده صعب جدا على حسام غالي اللي هو ياخده، بس النهاردة بنقول له هي دي سنة الحياة، وان شاء الله تكون نهاية خطوة وخطوة جديدة، بداية خطوة جديدة ليك يا حسام. واحنا اللي انا اتشرفت اللي انا زميلتك وكنت واحد من الجيل اللي احنا بدأنا مع بعض، شرف ليا طبعا اللي انا النهاردة، ودي اقل حاجة اللي انا ابقى موجود جنبك النهاردة. وكل التوفيق ليك يا حسام في الخطوة اللي انت هتاخدها انا الفترة بشكرك. الجاية. انت كنت جاي تشارك، ولكن انت برضو كده شاركت طبعا، انا كان نفسك تشارك انا كان النهارده، نفسي اشارك طبعا، وكان نفسي العب فعلا، بس طبعا انت كده شاركت وجيت عملت انا اللي جنبه، عليه. انا جنبه، وكفايه اللي احنا كلنا جنب حسام، لان حسام يستاهل كتير مننا. وشكرا مره تانية للنادي الاهلي، اللي هو حسام غالي بيختتم مشواره وبيختتم تاريخه ومبادئه وحبه للنادي الاهلي، اللي هو النهارده بالنادي الاهلي شكرا بيكرمه كابتن صبحي، شكرا جدا، وبيعلن اعتزاله داخل شكرا جدرانه. شكرا يا كابتن. شكرا من جديد.